أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. شنت قوات الأسد عشرات الضربات الجوية مستخدمة البراميل المتفجرة والصواريخ من طراز فيل على أحياء في درعا البلد بحسب ما أفاد به ناشطون. وأضاف الناشطون أن الضربات أسفرت عن جرح عدد من المدنيين بالإضافة إلى وقوع دمار هائل بالمنطقة ونشوب حرائق ضخمة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن هناك أكثر من 2 مليون طفل سوري محاصرون في مناطق يصعب الوصول إليها، وأن هؤلاء الأطفال لا يحصلون على اللقاحات اللازمة. وأكدت اليونيسيف في بيان لها أن هناك 5 ملايين طفل سوري بحاجة إلى مساعدات أولية ومعرضون للإصابة بأمراض صحية خطيرة، حيث المساعدات الإنسانية قليلة أو معدومة نهائياً. وحذر بيان من تفشي مرض شلل الأطفال في سوريا. تمكنت ضربات جوية للجيش العراقي من قتل 3 قياديين في تنظيم داعش في منطقة القائم الحدودية مع سوريا بحسب ما أعلنته مصادر عسكرية. وأوضحت المصادر أن الضربات أسفرت أيضاً عن تدمير مستودع للأسلحة والعتاد و3 مقار تستخدم لعقد اجتماعات قيادات التنظيم. قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينشوين لمشرعين أمريكيين إن وزارته ستعمل على تكثيف الضغط باستخدام العقوبات على إيران ونظام الأسد وكوريا الشمالية، وإنها تراجع التصاريح التي تحتاجها شركة بوينغ وإيرباص لبيع طائرات لإيران. وقال في إفادة أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب بشأن اقتراح إدارة الرئيس دونالد ترامب للموازنة: سنبذل كل جهدنا لفرض عقوبات إضافية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية لحماية أرواح الأمريكيين. استقبل المتحف المصري قطعتين من أهم محتويات مقبرة الملك توت عنخ آمون، وهما سرير جنائزي وعجلة حربية. وتعمل وزارة الأثار على نقل القطع الأثرية الخاصة بالفرعون من المتحف المصري في منطقة التحرير إلى المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرام الجيزة تمهيدا لافتتاحه العام المقبل. وقال وزير الآثار خالد العناني إن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها المتحف آثاراً كبيرة الحجم من مقتنيات الملك الشاب الذي يعتقد أنه تولى الحكم وهو في 9 من عمره. في أمان الله.